خلينا كمان نشوف اجواء استاد القاهره قبل مباراه اليوم، علشان كده سريعا خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان يطمنا على اخر الجديد. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت يا امير، استاد القاهره نقدر نقول في التحفه المعماريه. استاد القاهره بيتزين اليوم لاستقبال مباراه الاهلي وبيراميدز في الاسبوع 33 للدوري المصري. خلاص الجوله قبل الاخيره، النادي الاهلي بعد حسمه لدرع الدوري. النهارده تتكلم ايضا على الامور المهمه جدا يا امير، ودايما بنشيد بيها ان الامور المباريات اللي بيبقى جانب التنظيم فيها للنادي الاهلي، يعني كان ليا لقاء مع مراقب لجنة المسابقات اللي كابتن سمير جودة اللي قام بتفقد الملعب لدى وصوله وتابع كافة الأمور وأثنى على الناحية التنظيمية الخاصة بالنادي الأهلي. يعني قال تعبير جميل جدا، قال دايما ده عهدنا بالمباريات اللي بيتولى تنظيمها النادي الأهلي. كويس، ده أمر مهم ومعتاد طبعا من قبل النادي الأهلي في تنظيم أي حدث أو أي مباراة. لكن عايز أعرف أعداد الحضور النهاردة في الملعب في مباراة مهمة زي دي، طبعا في ظل غياب الجماهير، لكن مسؤولي الفرقتين، يعني قول لي الأعداد ممكن تبقى قد إيه؟ يعني انت عارف يا امير ان طبعا في ظل ازمه الكورونا، يعني عدم وجود الجماهير طبعا بيبقى في جانب من المسؤولين في النادي الاهلي، يعني 25 فرد سواء في النادي الاهلي او مسؤولي نادي بيراميدز، مع وجود يعني بعض الافراد بيبقوا موجودين في المدرجات او الجانب الاعلامي اللي موجود. ومن النقاط المهمه جدا يا امير طبعا يبقى في اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، ودي من الامور المكلف فيها ايضا اللجنه الطبيه اللي بتقوم في الوقت اللي انا بكلمك فيه يا امير دلوقتي. اللجنه الطبيه والمراقب الطبي بيتفقد كل ارجاء الملعب ومراجعه كافه الاجراءات الاحترازيه، وبيراجع ايضا على ان يكون في مسافه وتباعد اجتماعي ما بين الافراد الموجودين سواء في المقصوره الراسيه او مقصوره الاعلاميين. النقاط المهمه جدا برضو يا امير، لو احنا بنتكلم النهارده على برضو فريق النادي الاهلي واستعداده لهذا اللقاء، مباراه من المباريات القويه جدا والمهمه جدا لفريق النادي الاهلي في ظل الغيابات اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي. لكن مستر بيتسو موسيماني يعني بيضم مجموعه من اللاعبين الناشئين اللي احنا يعني خلاص كلنا حفظنا اسمائهم، سواء محمد شكري او فخري او شادي رضوان او عربي بدر، كلها مجموعه من اللاعبين دي نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. من ضمن الامور المهمه برضه اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده، امر محير شويه بما ان قائمه النادي الاهلي بتشمل بعض العناصر الاساسيه والمهمه جدا، وايضا بتشمل بعض العناصر النتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي، فالموضوع محير بالنسبه للجماهير والمتابعين قبل مباراه اليوم والطريقه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي، او مش الطريقه الفنيه، اقصد طبعا التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي. هل هيلجا مستر موسيماني لاراحه بعض اللاعبين عشان مباراه الوداد، ولا الاستراتيجيه ممكن تكون عباره عن ايه طبقا لمعلوماتك ومتابعتك يعني؟ بص يا امير، انت اتكلمت في حته في يعني في نقطه مهمه جدا في غايه الاهميه. مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين، يعني دايما في الكلام والحديث مع مستر بيتسو موسيماني ما بيفرقش معاه التشكيل اللي هلعب بيه او الشكل او الرسم البياني، قد التوظيف جوه الملعب وطريقه اللعب. يعني مستر بيتسو موسيماني بيقول لك انا ما يفرقش، ممكن ان التشكيل يكون معروف للجماهير او معروف للفرقه الثانيه، قد ما اللي يهمني التحركات اللي هتحصل داخل ارض الملعب، اسلوب اللعب، اسلوب وقفه اللاعبين في حاله فقد الكره واستخلاص الكرة. لكن نقدر نقول ان مستر بيتسو موسيماني من الممكن ان هو يفضل اراحة بعض اللاعبين، خاصة خلاص انت يوم الثلاثاء السفر للمغرب، يفضل ان هو يريح بعض اللاعبين ويدي فرصة، سواء بقى نشوف محمد شكري، نشوف شادي، نشوف محمد فخري، نشوف عربي بدر زي ما شفناه في اللقاء الاخير ودفع به في اللقاء الاخير، كلها نقدر نقول اوراق مستر بيتسو موسيماني. طبعا هو ادرى الفرد في هذا الامر على درايه تامه باللي انا محتاجه من اللقاء ومحتاج اللاعبين. النهارده برضه هو مريح مروان محسن عن هذا اللقاء. نتمنى ان شاء الله يا امير خلال الفتره القادمه لعبة الناشئين الموجودين في النادي الاهلي. وبالمناسبه يا امير برضه انا عايز اقول لك ان في بعض اللاعبين الناشئين في قطاع الناشئين من النادي الاهلي الموجودين مع الكابتن ربيع ياسين في منتخب مصر للشباب، ولولا ان كابتن ربيع مصر ان هم يكونوا موجودين كان زمانهم بيبقوا موجودين مع النادي الاهلي، ابرزهم محمد اشرف الظهير الايسر لمنتخب مصر للشباب، واحد من العناصر الاساسيه، واحد من اللاعبين اللي الكابتن ربيع ياسين مصمم انه يبقى موجود معاه في المعسكر لاجل الاستعداد لتصفيات الصعود لتصفيات امم افريقيا اللي هتقام في تونس بمشيئه الله باذن الله. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي كان معانا عبر الهواء مباشره، وطمنا على كل التفاصيل اللي بتتعلق باستعداد استاد القاهره وتنظيم النادي الاهلي لمباراه اليوم امام
بيراميدز. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل، استنونا.